الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي معلقكم الرياضي طارق الأدور، وأسعد بصحبتكم. وهذه المباراة الودية بين فريق النادي الأهلي ومصر للتأمين أحد فرق الدرجة الثالثة في الدوري المصري. بدأت أحداث المباراة، وهيبقى على شمالنا النادي الأهلي وعلى يميننا فريق مصر للتأمين، على شمالنا النادي الأهلي بالفانلة الحمراء والشورت الأبيض، وعلى يميننا فريق مصر للتأمين. النهاردة مباراة ودية في بطعم يعني الاستعداد الجاد جدا، لا صوت يعلو فوق صوت موقعة الترجي. عشان كده النهاردة كل لعيب بيلعب في الملعب النهاردة هو في إطار خطة وتحديد لمسؤوليات في مباراة الترجي الهامة جدا يوم 19 في رادس، ويوم 26 في القاهرة هنا في استاد الأهلي والسلام. بدأت أحداث المباراة، وهقول لحضراتكم سريعا التشكيل، وإحنا بنتكلم كده عن المباراة هنعرف كل لاعب من الموجودين في الملعب النهاردة في فكر موسيماني إيه هو الاستعداد اللي بيعدوا ليه للموقعة الحاسمة أمام الترجي. زي ما بقول لكم، له صوت يعلو فوق صوت الاستعداد لمباراة الترجي. في حراسة المرمى النهاردة في النادي الأهلي علي لطفي، أمامه رامي ربيعة وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد نبيل كوكا. نص الملعب اثنين ارتكاز حمدي فتحي ومحمود المتولي، العائد لأول مرة من إصابة طويلة جدا طبعا بالرباط الصليبي، محمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى اللاعب الصاعد، ثلاثة تحت رأس الحربة بيلعبوا النهاردة شادو سترايكرز، خلف رأس الحربة المتقدم الأمامي مروان محسن. نشوف اللعبة دي الأول، وليد يلعبها جوه المنطقة ويطلعها طول الدفاع عن طريق هشام يحيى، ولسه خطيرة يطلعها دفاع فريق مصر للتأمين اللي بيمثله النهاردة علاء احمد ابراهيم في حراسه المرمى، محمد رجب وهشام يحيى ومحمد حسام وسيد مدبولي في خط الظهر، محمود حامد وعادل امام عامر ومحمد السادات في نص الملعب، ومثلث هجومي محمود سيد ومحمد زكي وعماد محمد. ادي النادي الاهلي على طول بادي المباراه، وادي محمود المتولي اول كره يلمسها المتولي بعد غياب يعني تقريبا أكتر من سنة عن المباريات بعد إصابته بالرباط الصليبي ثم عودته في لقاء اليوم. كل لاعب زي ما أقول لكم، أدي علي لطفي النهاردة المخزون الاستراتيجي للنادي الأهلي في حراسة المرمى، واللعيب اللي يعني لما عازوا النادي الأهلي في لقاء القمة الدور الأول نجح تماما وصد ضرب الجزاء وقاد النادي الأهلي لانتصار وقتها كبير 2-1 في ذلك اللقاء، في غياب عدد كبير جدا من اللعيبة الأساسيين. هذه رمية التماس، ودي وليد سليمان اللي يعني بيعده يمكن موسيماني، زي ما قلنا كل لعيبة ما يجي عنده الموقف كده هقول لكم بيستعد لمين. ادي رامي ربيعة يستعد لمركز الباك اليمين اللي هيغيب عنه بنسبة يعني لن تقل عن 50-60%، محمد هاني الباك اليمين الاساسي شد في العضلة الامامية قد يغيب فترة طويلة. ادي رامي ربيعة بيلعب الكرة حلوة جدا في الامام وجميلة جدا العرضية، انما جاي متأخر شوية وليد سليمان، انما العرضية جميلة جدا من ناحية اليمين تطلع خارج الملعب بره اوت. ادي امامنا اللاعب احمد نبيل كوكا، حصل على فرص اللعب مع الفريق الاول في 5 مباريات السنه دي، توصل تاني في نص الملعب الى محمد السادات ينقلها ناحيه شمال تطول وتطلع بره الملعب اوت، ما لحقهاش سيد مدبولي الباك الشمال اهو قدامنا. سيد مدبولي لاعب مصر للتامين، زي ما قلنا مصر للتامين فريق بيلعب ضمن فرق القسم الثالث في الدوري المصري، القسم الاول اللي هو الدوري الممتاز، القسم الثاني اللي هو دوري الدرجه الثانيه اللي بيصعد منه الفرق للممتاز وبيهبط منه الفرق الى القسم الثالث. القسم الثالث بقى ده هو بنظام المجموعات اللي منه فريق مصر للتامين بيلعب في مجموعه القاهره والاليوبيه من ضمن فرق القسم الثالث. ادي الكره على طول لهشام يحيى، هشام فكر يلعب كرة أمامية يلعبها على طول للأمام عند محمد زكي، ونقلة تاني من فريق مصر للتأمين توصل للباك الشمال سيد مدبولي، سيد مدبولي يلعبها في الأمام مرة تانية عند محمد زكي، نقلة على طول في الأمام، تمريرات كده من فريق مصر للتأمين والله بيلعبوا كرة حلوة كرة منقولة. وعلى فكرة المباريات اللي زي دي بتبقى اختبارات قوية جدا لعدد من اللاعبين. النهاردة عندنا أكتر من لاعب على المحك، وليد سليمان اللي قد يحتاجه النادي الأهلي في مركز اللي هو تحت رأس الحربة
في ظل طبعا غيابات عديدة للنادي الأهلي للإصابات. النهاردة وليد سليمان قد يكون موجود في مركز صانع الألعاب، وادي الكرة البينية في الأمام حط رجله فيها على طول. السيرد باك اهو قدامنا سعد سمير، طبعا غياب طويل عن الإصابات، كانت إصابة خطيرة جدا في وتر أكيليس، لكن عاد من الإصابة إلى التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي، ثم غاب مرة أخرى للإصابة كده بعض المباريات، والنهاردة بيعود إلى التشكيلة في النادي الأهلي في هذا اللقاء الودي. وادي على طول متاخدة من وليد سليمان، واخدها وليد ومنطلق في الأمام كهربا، ومعاه برضو في الناحية الهجومية مروان. وادي الكرة اتلعبت البينية لكن تطول تطلع بره الملعب قوي، تبقى ضربة مرمى. ادي وليد سليمان، وهو كمان مجدي قفشة احد اللعيبة يعني اللي عليهم العين. طبعا زي ما قلنا وليد سليمان النهاردة بيجهزه موسيماني، هل سيكون قفشة في التشكيل في المباراة الهامة جدا امام الترجي، مباراة الذهاب زي ما قلنا يوم 19 يونيو الجاري في رادس، ومباراة العودة يوم 26 يونيو هتكون المباراة في استاد الاهلي والسلام، المباراة اللي هتحدد مصير من سيصعد الى المباراة النهائية المحدد لها 17 يوليو. ادي الكرة مع نبيل كوكا، حطها على طول لكهربا، تمريرة الارضية، ودي ثرو باس الامامي، هل هيلحقها؟ لحقها فعلا، حقها فعلا، وعايز يعدي على طول من الجانب الايسر اللاعب وليد مصطفى اللاعب الصاعد، وتسديدة كده ضعيفة توصل على طول لايد الحارس علاء احمد ابراهيم حارس مرمى مصر التأمين. ادي مرة تانية سعد سمير ينقلها، ادي رامي ربيعه، زي ما قلت لكم رامي ربيعه اللي هو يعني لعب في ثلاث مراكز مختلفه في قلب الدفاع السنه دي، لاعب ولعب هاف ديفندر، وفاكرين كلنا المباراه التاريخيه اللي عملها الاهلي امام صن داونز، كان بيلعب قدام الاثنين السرد باكين كاليبرو من نص الملعب، او نقدر نقول انه كان هاف ديفندر ثالث مع الثنائي السوليه واليو ديونج. وايضا لعب رامي ربيع النهاردة هو بيلعب في مركز الباك اليمين، يعني باك يمين وهاف ديفندر وقلب دفاع، ثلاث مراكز لعب فيها رامي ربيع اللي في رجله الكرة. هو رامي ربيع يلعب الكرة في الأمام، إنما تنط في الأرض وتوصل سهلة إلى الحارس علاء أحمد إبراهيم. وادي كهربا، واحد من اللعيبة اللي عليهم اختبارات النهاردة إنه يخش في عقل وقلب موسيماني باللعب في الجبهة اليمنى او الجبهة اليسرى اللي ممكن يكون محتاج النادي الاهلي فيها لبعض اللاعبين بجانب اللعيبة الموجودين زي وليد سليمان واللي موجود النهاردة في التشكيلة. ادي الكرة البينية على طول لكهربا يحطها، ووليد سليمان يحط على طول بالقدم اليسرى، انما يمسكها علاء ابراهيم على طول حارس المرمى. ودي وليد سليمان من اللعيبة يعني الحقيقة اللي بيأدوا ادوار مختلفة، سواء لعب تحت راس الحرب على طول في العمق الهجومي كلاعب صانع ألعاب في مركز عشرة، أو بيلعب في ناحية اليمين عشان تبقى على عدلته قدمه اليسرى للمرمى، أو بيلعب كمان في الطرف الشمال في كتير من الأحيان. يعني وليد سليمان من اللعيبة اللي بتلعب في مراكز الهجوم التلاتة تحت راس الحربة، سواء يمين أو في العمق الهجومي أو في الشمال. أدي على طول وليد، وجول، ويحط جول، ويحط الهدف الاول للنادي الاهلي وليد سليمان على طول. يا ولد يا ولد، وليد سليمان المتالق السنه دي في مطلع الموسم يمكن قبل اصاباته في تشكيله النادي الاهلي. وليد سليمان الحقيقه من اللعيبه المميزه جدا تهديفيا، جايب 3 اهداف في الدوري، والسنه اللي فاتت كان الهداف بتاع النادي الاهلي في مجمل المسابقات الحقيقه، السنه اللي قبلها كان برضو قاد النادي الاهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا، وعمل موسم رائع جدا ورفع رصيده كان للاهداف في البطولات الافريقيه الى 20 هدف. لكن وليد سليمان لعيب مميز جدا، وزي ما قلنا اي في حته تحطه فيها بيؤدي. النهارده بيلعب تحت راس الحربه في العمق الهجومي، خد كوره واستلمها بمهارته وعدل على القدم اليسرى وبيسجل اول اهداف اللقاء في الدقيقه 9. وليد سليمان الهدف الاول في الدقيقه 9. وادي على طول سيد مدبولي، لا تاخد لكن متاخده على طول من وليد مصطفى. النهارده في اثنين وليد مصطفى ووليد سليمان. وليد مصطفى بيلعب تحت راس الحربة من ناشئ النادي الاهلي، ووليد سليمان هو كابتن تيم النادي الاهلي واحد اللاعبين المخضرمين اللي يعني قدم لفته رائعه في بطوله نهائي كاس السوبر الافريقي. ادي على طول الكره من احمد نبيل كوكا، عكست الكره على طول الى سعد سمير، استلام من سعد سمير حطها في الامام لوليد، انقضاض قوي على وليد، لكن مره تانية الكره من حمدي فتحي
ترجع تاني لسعد سمير، حطها في الامام لوليد مصطفى، لكن متاخدة على طول من فريق مصر للتأمين. زي ما بقول لكم مباراة مهمة جدا جدا، كل لاعب في الملعب في عقل وذهن موسيماني له أهمية خاصة جدا في أم المعارك، لقاء أو ما أحبش أم المعارك بقى، بلاش يعني نسميها أم المعارك، أم المباريات، أم الارتباطات، مباراة الترجي ذهابا وعودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا. أدي حكم اللقاء زكريا الحديدي بروح حلوة كده جميلة، بيقوم طبعا مروان محسن لاعب النادي الأهلي. النهاردة مروان من ضمن اللعيبة اللي بيعدهم موسيماني لأنه يكون مهاجم موجود في القائمة، عشان مع محمد شريف طبعا المهاجم الأساسي في التشكيلة، ووليد سليمان بيعده أيضا موسيماني أنه يكون موجود في المكان اللي قد يغيب عنه مجدي قفشه. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للجهاز الطبي بقياده الدكتور احمد ابو عبله في ان هو يعد اللاعبين الاساسيين اللي موجودين النهارده يعني في ضمن الاصابات، اللي هم محمد هاني الباك اليمين، وايضا مجدي قفشه اللاعب مركز 10 او اللاعب اللي بيلعب تحت راس الحرب. ادي الكره بينيه، هات وخد، والتسديده يطير علي لطفي ويمسك. حلوه والله التسديده، حلوه والله التسديده، جميله من خارج منطقه الجزاء بالقدم اليمنى، بتلف كده زي الواو، راحه في الزاويه البعيده، بيطير عليها علي لطفي المتالق الحقيقه السنه دي. عمل مباراه تاريخيه امام الزمالك يوم 18 ابريل الماضي في غياب طبعا محمد الشناوي اللي كان مصاب بالكورونا وقتها. ادي علي لطفي صد ضربه جزاء، واهم بقى من ضربه الجزاء يمكن الناس تنسى هذه اللقطه، صد كوره كانت عرضيه وضربه راسيه جوه منطقه الجزاء، كانت هدف مؤكد طلعه وكان ممكن يتعادل بيه نادي الزمالك، ولكن هو له الفضل علي لطفي في انتهاء هذه المباراه بصد ضربه الجزاء والكره الراسيه اللي في نهايه المباراه بفوز النادي الاهلي 2-1. ادي مره تانية محمد رجب عبى في الامام، عدت الجميع، توصل للنادي الاهلي تاني الى نبيل كوكا. سعد سمير بيلعب النهارده بجوار ياسر ابراهيم في قلب الدفاع. النادي الاهلي كان عنده يعني تباديل وتوافيق كثيره في قلب الدفاع في هذا الموسم الصاخب الحافل بالاصابات والحافل بالارتباطات. تخيلوا النادي الاهلي 10 بطولات من اكتوبر وحتى ختام هذا الموسم، امتى هينتهي الله اعلم، لكن عدد كبير جدا من البطولات، زي ما بقول لكم 9 بطولات بيلعب عليها النادي الاهلي من اكتوبر شهر 10 اللي فات وحتى نهايه الموسم. ادي الكوره مره ثانيه، ياسر ابراهيم، سعد سمير يحطها في اليمين لرامي ربيعه، رامي ربيعه يلعبها لسعد تاني. 13 دقيقه، 1-0 للنادي الاهلي بالهدف اللي جاب وليد سليمان في الدقيقه 9. ادي الكوره البينيه، لعبت على طول لمحمود المتولي. والله زمان متولي يعني لعيب يمكن عازه الجهاز الفني السابق للنادي الاهلي بقياده ريني فايلر، او الجهاز الفني طبعا ما حضروش موسيماني، او الجهاز الفني اللي قبله طبعا ريني فايلر كان بيعتمد عليه في مكانين، في قلب الدفاع وايضا كلاعب ارتكاز في نص الملعب، وعازه في مباراه سان داونز لو تفتكروا ريني فايلر، مش الاخيره لكن اللي بتاعه الموسم اللي قبله. وادي كوره تاني بينيه على حدود منطقه الجزاء، يطلعها الدفاع على طول عن طريق محمد حسام الدين. وادي مروان محسن ان شاء الله يقوم سليم. مروان محسن جايب اهداف مهمه للنادي الاهلي هذا الموسم، اهمها طبعا على الاطلاق الهدف اللي كان تقدم بيه النادي الاهلي 2-1 في لقاء فيتا في القاهره قبل ما يتعادل فيتا 2-2. ادي الكوره رميه التماس، يلعبها الوليد، خدها كده من ورا الدفاع، حطها مره تانية لرامي ربيعه اللي بيأدي دور الباك اليمين في المرات القليله اللي دفع بيه الجهاز في هذا المكان. توصل لكوكا نص الملعب على طول حمدي فتحي. والله زمان حمدي فتحي والله اشتراك مؤثر جدا في ختام مباراه الاهلي ونهضه بركان على السوبر الافريقي، البطوله رقم 141 في تاريخ النادي الاهلي، والبطوله الدوليه رقم 22 في سجلات النادي الاهلي على كل المستويات. ادي الكوره تاني مروان، يلعبها الكهرباء، حطها لمروان تاني تطول شويه وتوصل لحارس المرمى
علاء احمد ابراهيم. ادي مروان محسن اللعيبه يعني اللي يعني خاضوا مباريات السنه دي في مركز راس الحربه، 7 مباريات في الدوري، قطعت مره تانية من حمدي فتحي يلعبها على طول لنبيل كوكا. حمدي فتحي متولي طبعا لسه طبعا محرص في اللعب ما شاء الله. محمود المتولي من اللعيبه اصحاب المهاره اللي لو لعب هاف ديفندر يديك بشكل متميز جدا، من ايام ما كان في الاسماعيلي بيديك بشكل متميز جدا في هذا المكان. لعيب باصير كويس يقدر يزيد يقوم بدور مركز 8 اللي هو البوكس تو بوكس، او يتحرك من الناحيه الهجوميه للدفاعيه، او يقوم بدور اللاعب مركز 6 اللي هو الهاف ديفندر الهولدنج ميد فيلدر زي ما بنسميه كده، او اللعيب اللي بيبقى ثابت في نص الملعب وعنده ادوار دفاعيه. ادي علي لطفي لعبها على طول في الامام، ادي الاستلام من وليد مصطفى وعملها بينيه حلوه، وليد وعايز يعدي وليد، انما طلع من جوله علاء احمد ابراهيم، طلع من جوله على طول ويطلع الكوره تطلع الى خارج الملعب بره قوي، انما كان انفراد من وليد سليمان في المكان اللي هو مميز فيه، سواء بيرقص عدى بيها كويس قوي، انما برضو وليد مش عايز يقرص على نفسه قوي. مباريات مهمه جدا في الفتره اللي جايه، لانه هو مش عايز طبعا يدوس قوي في السبرنتات، لان محتاجه جدا النادي الاهلي في الفتره القادمه في ظل غياب مجدي قفشه. هل هو ناصر ماهر اللاعب اللي ممكن يقوم بهذا الدور لو غاب قفشه، ولا هل هو وليد سليمان اللي بيلعب النهارده ومسجل هدف في الدقيقه 9؟ كل شيء وارد. وادي كمان كريم ندفد، والله زمان لعيبه وحشونا، والله يعني وحشونا الحبايب، وحشونا اللعيبه المميزه كريم ندفد ومحمد محمود، لعيبه على اعلى مستوى وغابوا فتره طويله جدا وحظهم سيء مع الاصابات. ادي كره حمدي فتحي بيطلع، لكن ترجع تاني من محمود متولي لسعد سمير في خط الظهر. سعد سمير برضو من اللعيبه اللي قاموا بدور مهم جدا في غياب اللعيبه الاساسيين في قلب دفاع النادي الاهلي. ادي الكوره توصل تاني ناحيه اليمين لمحمد رجب، عايز يعملها تخد، توصل في نص الملعب تاني لعادل امام. عادل امام طبعا مش فناننا كبير، عادل امام عامر لاعب وسط الملعب في فريق الشرق للتامين مصر للتامين، اللاعب اللي يمكن فرقه مصر للتامين دي المركز الخامس في مجموعه القاهره والاليوبيه اللي بيلعب فيها هذا الفريق في القسم الثالث للدوري المصري. المتصدر حتى الآن هو بنها، ثم العبور، ثم الغابة والبلاستيك، وفي المركز الخامس فريق مصر للتأمين اللي قدامه. هذا اللاعب محمد حسام الدين للمرة الثانية بيسقط اهو، محمد حسام الدين قلب الدفاع، هل هيتغير؟ هذه الكرة اللي جت منها الهدف، وليد سليمان تمريره جميله جدا خدها جوه منطقه الجزاء، وعلى طول من غير ما يوقف حط قدمه اليسرى السحريه هذا اللاعب وليد سليمان الهدف الجميل اللي جابه في الدقيقه 9 من هذا اللقاء. دلوقتي بنلعب في الدقيقه 19 ولا زال تقدم النادي الاهلي 1-0. ادي وليد النهارده علي لطفي زي ما بنقول احتياطي الازمات في حراسه المرمى، والمعدن الاصيل اللي ظهر في الوقت المناسب لما محمد الشناوي جاله الكورونا قام بدوره. النهارده رامي ربيعه بيلعب باك يمين، لان محمد هاني قد يغيب عن هذا المكان باصابته في العضله الاماميه خلال لقاء نهضه بركان. ادي الكوره اتلعبت رامي التماس بيطلعها على طول من نص الملعب محمد السادات الى خارج الملعب بره اوت. لاعب وسط الملعب النهارده بيلعبوا 4-3-3 فريق مصر للتأمين عشان يكثفوا عدديا في نص الملعب ويمنعوا النادي الاهلي من الوصول الى منطقه الجزاء. ادي الكوره تاني من ياسر ابراهيم يلعبها لاحمد نبيل كوكا، ما شاء الله نبيل كوكا لما جاء برده واختبر مع الفريق الاول ادى بشكل جيد. وادي سعد سمير يرجعها لعلي لطفي تاني في منطقه جزائه، حطت الكوره في الامام ترجع تاني لكن ياخدها فريق مصر للتأمين، وهتخد انما مقطوعه تاني في نص الملعب، وتمريره كده جميله على طول من نص الملعب لحمدي فتحي، ما شاء الله لمسته السحريه لم يفقدها بالرغم من الغياب فتره طويله جدا من شهر مارس اللي فات مع منتخب مصر الوطني لما اصيب
وعاد في هذا اللقاء إصابة طبعا في مفصل الكوع، غاب بسببها عن المباريات. وهذه الكرة ترجع ورا من ياسر إبراهيم، ما شاء الله عليك يا ياسر، جولين في دوري أبطال أفريقيا مؤثرين جدا، هدف التعادل في المريخ السوداني والهدف اللي تقدم به النادي الأهلي أمام صن داونز. هذه الكرة على طول لمروان وعايز يسدد على طول، لكن يجل الكرة، سند الكرة كويس جدا، لو حط الكرة دي لو ملت وش رجله كده الشمال كانت بقت في الشبكة. ادي مرة تانية سعد سمير، سعد يرجع ورا، ادي مروان محسن تتلعب الكرة على طول في الخط الخلفي تاني لسعد سمير، حطها قدام لوليد، سندة من وليد حلوة جدا لمروان لوليد اللي طلع عليه احمد نبيل كوكا، هيلعب عرضية، هيلعب عرضية، لعبها عرضية قصارة شوية، ومرة تانية تطلع الكرة لوليد مصطفى وهيسدد، يسدد يحط رجله في طريق الكرة على طول هشام يحيى ويمنع فرصة مؤكدة للنادي الاهلي من التسديد من برا منطقة الجزاء. ترجع تاني لسعد يحطها ناحية اليمين لرامي، رامي تاني لوليد والعرضية جوه منطقة الجزاء انما تطلع الى خارج الملعب بره قوي. طلع الكرة على طول محمد حسام الدين لاعب قلب الدفاع اللي تعرض اكتر من مرة لاصابات خفيفة كده خلال هذا اللقاء. نلعب في الدقيقة 22 وتقدم النادي الاهلي 1-0 بالهدف اللي جابه وليد سليمان. وليد حط رجله في طريق الكوره، لعبت مره تانية لحمدي فتحي وتسديده من حمدي تطلع خارج الملعب بره قوي. ادي حمدي فتحي ما شاء الله، وخلي بالكم اصابه حمدي فتحي اثرت جدا. ادي سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي وكريم نيدفيد اهو بقول لكم ما شاء الله، وحشنا والله كريم نيدفيد، كان في عز او في اوج تالقه وقت الإصابة لما كان بيلعب في النادي الأهلي في ثلاث أماكن، كان بيلعب باك يمين وأدى بشكل مميز جدا وأقنع جدا في مركز الباك اليمين، وكان بيلعب هاف ديفندر بجانب لعبه أيضا في مركزه الأصلي اللي هو شادو سترايكر أو لاعب تحت رأس الحربة سواء في المكان المركز اليمين أو في المركز الشمال. هذه الكرة تاني مقطوعة لفريق مصر للتأمين، نقلة على طول و خدها تاني فريق مصر التأمين، عايز يعدي بالكرة محمود سيد لكن مقطوعة من دفاع النادي الأهلي، لعب كرة طولية أمامية عند وليد حط الكرة تطلع بره الملعب قوي. وليد سليمان كان جاب جول والله السنة دي من الحتة دي كده، حط لف بوش رجله كده وحطها على طول في المرمى في بطولة الدوري السنة دي، كان جاب جولين في مباراة الإنتاج وليد سليمان، منهم جول كان بنفس الحتة دي كده الكرة جات له ناحية الشمال راح قالب وش رجله كده الشمال ودخلت في الزاوية البعيدة على طول في هذا اللقاء. كان جايب جول برضو في مرمى سيراميكا وليد بجانب أهدافه الإفريقية السنة دي اللي سجلها في دوري أبطال إفريقيا. هذه الكرة البينية إنما ياسر إبراهيم يطلع على طول، السنة دي طبعا وليد سليمان سجل في مرمى سونيداب في لقاء 4-0 لقاء العودة في الدور الأول، وكان من الأهداف الجميلة الحقيقة في هذه البطولة. رامي ربيعة ينقلها لحمدي فتحي، حطها على طول ناحية الشمال انما مغطي أحمد نبيل كوكا، لعيب مميز في النواحي الهجوميه والدفاعيه. الميزه في اللاعب اللي هو بيلعب باك الشمال اللي قدامنا ده احمد نبيل كوكا ان يكون عنده توازن بين انه بيؤدي الادوار الهجوميه بشكل مميز ويؤدي ايضا الادوار الدفاعيه بشكل مميز، لا الهجوم يغلب على الدفاع ولا الدفاع يغلب على الهجوم، مهم جدا. حتى يطلب كتير قوي من علي معلول ان هو يكون بيغطي في التغطيه الدفاعيه رغم مميزاته الكتير جدا في النواحي الهجوميه انه يكون عنده التوازن من الناحيتين. نفس الكلام محمد هاني في الناحيه اليمين، كوره مقطوعه من دفاع النادي الاهلي وتقلش تاني من سعد سمير وداخله جوه منطقه الجزاء في منتهى الخطوره، انما يطلعها سعد سمير يطلعها على طول في نص الملعب باتجاه مروان يسند كورته كده ويلعبها خلفيه بضربه راس، لكن ياخدها فريق مصر للتامين، والنقله والتمريره على طول من هشام يحيى توصل في اليمين لمحمود سيد، ترجع تاني نص الملعب
فريق مصر التأمين بيحاول ينقل لكن ما وصلوش للمرمى ولا مرة حتى الآن. وليد سليمان اتنقلت الكرة في الأمام على طول. وليد مصطفى اللعيبة الواعدين في صفوف الناشئين في النادي الأهلي. ودي كرة حلوة وضربة رأسية من مروان تعدي يدوب بجوار القائم الأيمن. حلوة العرضية. بصوا ادي رامي بيجرب نفسه بقى كده باك يمين في الانطلاقات وفي لعب الكرات العرضية. زي ما بقول لكم هو لعب في مكانين السنة دي، لعب بجوار سعد سمير في فترة إصابات كتيرة للنادي الأهلي. كان في وقت من الأوقات الأربعة الأساسيين بتوع خط ظهر النادي الأهلي اللي هم محمد هاني في اليمين وبدر بنون وأيمن أشرف في القلب وعلي معلول في الشمال، الأربعة كانوا مصابين، فاضطر النادي الأهلي بعض الأوقات إنه يلعب بالثنائي العائد من الإصابة. سعد سمير أدي كرة خطيرة جدا والتسديدة تطلع بره الملعب قوي، بيضيع كهربا فرصة مؤكدة للتهديف. يا على الكرة اهو كهربا خد كورته وعدلها على شماله اللي بيقدر يسدد بيها وحطها اثناء تقدم على احمد ابراهيم حارس المرمى من مرمى. ادي مروان هو اللي فض الكرة اللعب في الكرة اللي فاتت دي وضربة ركنية هيلعبها كهربا. اتلعبت عرضية طبعا، كهربا مهم جدا كاحتياطي اما نزل في اخر دقايق من مباراة نهضة البركان، ادى بشكل مميز جدا رغم ان هو لعب تقريبا 5-6 دقايق لكن كان له شكل في الشوية اللي لعبهم، وبالذات ان النادي الاهلي كان في هذا التوقيت مسيطر على مجريات المباراة وكان ممكن يهدف اكتر من هدف بعد الهدف الثاني. ادي الكرة من نص الملعب، يا سلام على المهارة بتاعت محمود المتولي. بقول لحضراتكم لعيب محمود المتولي، وان شاء الله هيكون اضافة قوية جدا للنادي الاهلي في الفترة القادمة. ترجع الكرة مرة تانية الى ياسر ابراهيم، ياسر يلعبها تاني نص الملعب، محمود المتولي بيثبت كده بيثبت رجله مباراة او دقيقة بعد دقيقة، مفيش مباراة بعد المباراة، ده لسه الراجل راجع من اصابة رباط صليبي فترة طويلة جدا. ادي الهجمة لصالح فريق مصر للتأمين ومحاولة للمرور من محمد زكي لكن يقطعها على طول ياسر، ينقلها في نص الملعب الى المتولي، ياسر ابراهيم تاني، ياسر معدي ويلعبها على الارض الكهرباء ويلعبها تاني هات وخد، انما تطول وتوصل الى الحارس علاء ابراهيم. طبعا كان في لعيب في النادي الاهلي ولف على اندية كتير اسمه علاء ابراهيم، كان من اللعيبة المميزين جدا المهاجمين المتميزين جدا في النادي الاهلي في فترة مطلع هذا القرن. ادي البدلاء في فريق النادي الاهلي النهاردة ورامي التماس دقيقة 28 وتقدم النادي الاهلي 1-0 بالهدف اللي جابه وليد سليمان في الدقيقة 9. تطلع الكرة بره اوت، احمد نبيل كوكا زي ما بقول لكم اللعيبة ما بيلعب بدري للفريق الاول بيحصل على الثقة. ادي تاني مرة تانية هتلعب عرضية ولا ايه؟ جايز عايز يلعبها عرضية لكن تطلع الى ضربة ركنية. هو ده احمد نبيل كوكا اللي بقول لحضراتكم عليه، اربع مباريات في الدوري ومباراة في الكاس السنة دي مع النادي الاهلي، يعني خمس مباريات كده واللعيب لسه تحت 20 سنة لسه بيتحسس خطاه كده في الفريق الاول، ده مهم جدا. لعبة الركنية على القايم القريب ترجع تاني لكن في فاول، حكم اللقاء زكريا الحديدي بيعاونه محمود سعيد، محمد رمضان وقع على الارض، ده مين ده؟ محمد حسام؟ لا مش محمد حسام لان اللي وقع اكتر من مره، شوف مين اللي واقع ده. دي كرة وليد وكرة الهدف من زاوية اخرى، استلام اكتر من رائع ومن وضعية الانفراد، هو متخصص في التهديف من الكرات دي. من اجمل واروع مواسم وليد سليمان مع النادي الاهلي، تخيلوا كان موسم 2017-2018 اللي قاد فيه الاهلي للدوري وبالفوز بجملة من الارقام القياسية، وفي نفس السنة وصل النادي الاهلي الى نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي. ادي الفاول
وادي كهربا ووليد مصطفى برضو اللاعب اللي بيلعب تحت راس الحربه النهارده. النهارده تلات لعيبه بيلعبوا شادو سترايكرز او لعيبه تحت راس الحربه، وليد مصطفى اللاعب الصاعد ووليد سليمان اللاعب المخضرم ومحمود كهربا خلف مروان محسن. وادي الفاول لصالح اللاعب عادل امام عامر، ضربه حره مباشره نص ساعه من احداث اللقاء. لعبت الكوره انما عدت من الجميع، تلاقيش غير رامي ربيعه، رامي يلعب البينيه توصل مره تانيه الى اللاعب محمد السادات لكن ترجع لعلي لطفي. ثلاث لعيبه بصوا في الناحيه الهجوميه وثلاث لعيبه في نص الملعب ارتكاز. ده الطريقه اللي بيلعب 4 3 3 فريق مصر للتامين. محاوله لتمرير كره اماميه من وليد مصطفى انما ترجع تاني ياخدها رامي. ما شاء الله على رامي، شوفوا يا جماعه من حوالي شهرين كده كان تقريبا يعني رامي ربيعه في عداد البعيدين تماما عن الصوره في تشكيل النادي الاهلي. لعبها مروان في الامام لكن ما تلاقيش حد الا الحارس المرمى. كان في كاس العالم للانديه خارج التشكيله تماما لكن بالاصرار والعزيمه رجع في الدوري وشارك في المباريات مره اخرى. رامي ربيعه 6 مباريات في الدوري ومباراه افريقيه بجانب المباراه الاخرى اللي لعبها الاخيره امام صن داونز، ثم يعني المباراه نهضه بركان. يعني لاعب نقول كده 9 مباريات مع النادي الاهلي السنه دي واثبت فيهم وجوده تماما، فعاد للتشكيله وعاد جوكر في اكتر من مكان. ادي عايز يطلع محمود المتولي ياخدها تاني فريق مصر التامين، والتمريره ناحيه الشمال لكن تطول وتطلع بره الملعب اوت، تبقى لام التماس ما يلحقهاش اللاعب سيد مدبولي اللي قدامنا ده الباك الشمال في فريق مصر للتامين. ادي رامي زي ما بقول لكم النهارده حتى قلبي الدفاع. شوفوا النادي الاهلي السنه دي تبادل على كام لاعب في قلب الدفاع بشكل خاص. ادي الكوره حاول كده يلعبها في الامام حمدي فتحي، واخدها تاني كهربا ومعدي كهربا معدي كهربا ويلعبها في الامام لسه ما طلعتش بره لسه ما طلعتش بره. احمد نبيل كوكا هيعمل ايه؟ بيدور على حد لكن انقضاض قوي جدا من الباك اليمين محمد رجب. وبيقول له ان الكرة رمي التماس احمد نبيل كوكا. مروان محسن يرجع مرة تانية ورا ليه المتولي، مود المتولي ينقل الكرة تاني لرامي ربيعة. اتنين غابوا الاصابات طويلة قوي في السنوات الاخيرة اللي هم محمود المتولي ورامي ربيعة، اصابات كتيرة وكان رامي ربيعة ده ممكن يبقى في حتة تانية خالص لولا الاصابات اللي هي كانت في السنوات الاخيرة. ادي وليد ينقلها الرامي ويلعبها بينية، رامي على طول حطها في الامام كده عند وليد مصطفى اللاعب اللي بيتحرك في كل المراكز الهجومية تحت راس الحربة لكن توصل الى الحارس علاء ابراهيم. تاني في الامام وفي فاول على احمد نبيل كوكا اهو الكورة بيدافع فعلا من احمد نبيل كوكا، نقلت في نص الملعب لمحمود المتولي. متولي تاني ليه على طول مروان وممكن انفراد ممكن يا جول 100% بيضيع من حمدي فتحي، انما انقضاض قوي جدا على الكوره وسرعه في الشورت سبرنت ده. حط بصوا ادي مروان محسن حط له كوره حلوه جدا اثناء تقدم الحارس من مرماه راح نكشها كده على طول. بصوا ادي مروان وادي حمدي، بصوا حمدي حطها بوش رجله كده راحه في المرمى، انما ياه مش ممكن الفرصه المحققه اللي بتضيع من حمدي فتحي في الكوره دي. طبعا محتاج مباريات، الحمد لله ان الاصابه ما كانتش في القدم
او يعني لعيب الكوره سلاحه الاول هو القدمين. طبعا بيلعب بضربات راس برضه وبيحتاج لكل عضله في جسمه، لكن طبعا مهم جدا ان الاصابه ما تكونش في القدمين، لان دي بترجع اللاعب الى الفورمه سريع اسرع من اما يكون اصابته في القدمين، شد عضلي مثلا او لا قدر الله الكسور او الاربطه زي اربطه الركبه زي محمود المتولي اللي قدامنا ده. لكن اما تكون اصابه في الكوع زي بتاعت حمدي فتحي نقدر نترقب انه يرجع لمستواه الفني اسرع بكتير من الاصابات اللي في القدمين. ادي رميه التماس لعبت على طول عاليه، يطلع من اعلى نقطه مره تانية ياسر ابراهيم ويشتت تاني ياسر. ادي الاخطاء 5 على الاهلي و2 على مصر التامين، والتصويبات 3 للنادي الاهلي، 7 تسديدات منهم 3 على المرمى وتسديده واحده لفريق مصر التامين كانت على المرمى، الكره اللي انقذها الحارس علي لطفي. مره تانية كره ضربه حره مباشره خارج منطقه الجزاء من مسافه حوالي 40 ياردة، وعلى التنفيذ هنشوف عادل امام. 1-0 لصالح النادي الاهلي، وادي الحائط البشري هنشوف هتتلعب الكره ازاي. الضربه الحره تسديده على طول في المكان اللي واقف فيه علي لطفي في نص الجول يمسكها مستريح. ياسر ابراهيم على الارض مره تانية، ادي المتولي محمود متولي يلعبها لسعد سمير، ياخدها سعد يلعبها لمحمود متولي ترجع ورا لياسر ابراهيم، تمريره مره تانية لحمدي فتحي حطها في الامام انما تطول شويه، والتغطيه من محمد حسام الدين وتطلع، هل ركنيه ولا ضربه مرمى؟ حكم اللقاء زكريا الحديدي بيقول لا دي ضربه مرمى. انما عايز اقول لكم ان النادي الاهلي السنه دي يعني من اكتر السنوات اللي جرب فيها لعيبه في قلب الدفاع، ياسر ابراهيم اللي بيلعب النهارده مع سعد سمير بجانب بدر بنون بجانب ايمن اشرف اللي لعب في قلب الدفاع، يعني ضمن عدد كبير من اللعيبه اللي جربهم السنه دي الحقيقه موسيماني في مركز قلب الدفاع، رامي ربيعه وياسر ابراهيم وسعد سمير، وشوف اللعبه دي الاول طلعها دفاع النادي الاهلي وبدر بنون وايمن اشرف، 7 لعيبه اتجربوا في مركزين اللي هم مركزي قلب الدفاع. ادي الكوره بيطلعها احمد نبيل كوكا ويشتت للمره الثانيه سيد مدبولي اللي عمل تغطيه للداخل كده من مركز الباك الشمال، يطلع تاني سعد، هات وخد ترجع ورا مره تانية الى محمد حسام الدين في اليمين لمحمد رجب، تمريره على طول والله بيأدوا كوره بشكل مميز، يعني بيأدوا كوره حلوه وتجربه مهمه جدا، مش بتلعب مع فرقه يعني قليله، لا فرقه ماسكه نفسها عندهم وعي تكتيكي قافلين الملعب كويس عن النادي الاهلي وبيضغطوا حتى. بصوا ادي اهو ادي قدامكم 5 لعيبه ضاغطين على النادي الاهلي في نص ملعبه، وادي السادس اللي قرب وقطع الكوره ده. ادي الكوره مره تانية في الامام عماد محمد لسه مع عماد يلعب كوره عرضيه داخل منطقه الست ياردات لكن يطلعها تاني دفاع النادي الاهلي، ومره تانية محمود المتولي حطها لوليد مصطفى، ادي تمريره الكهرباء وبيجري وياخد من وليد سليمان، استلام مره تانية ناحيه الشمال، كل دي تمريرات من النادي الاهلي، حمدي فتحي كوكا متولي حمدي تاني يلعبها في اليمين لرامي ربيعه، رامي معدي عايز يعدي، رامي عايز يثبت بقى ان هو كمان بيأدي ادوار هجوميه، انما طبعا رامي اغلب الاماكن اللي لعب فيها كان ادواره دفاعيه اكتر، سواء هاف ديفندر ادواره دفاعيه او قلب دفاع طبعا بأدوره الاساسي دفاعي، عاده طبعا لما بيتقدم في ضربات الثابته لانه من اللاعبين المميزين جدا في ضربات الراس. من ينسى هدفه التاريخي في المغرب في لقاء الدور قبل النهائي اللي تأهل من خلاله النادي الاهلي لنهائي الكونفدراليه
كان من اهم اهداف رامي ربيعه بقميص النادي الاهلي، وصعد وقتها للقاء سيوي سبور الايفواري وفاز باللقب وقتها. ادي محمود متولي بيكلم اهو كهربا، محمود متولي وهيطلع. يعني فترة حوالي 40 دقيقة، فترة يمكن اهو. بصوا بقى دي مش ملهاش دعوة بالركبة، لما بيشوف دي الخلفية اخر او الانسيرشن كده بتاع العضلة الخلفية اللي هي الهامسترينج، العضلة الخلفية للفخذ، مهم جدا هذه العضلة لعيب الكرة، هي والعضلة الامامية الرباعية اللي هي العضلة كوادريسيبس او العضلة الرباعية اللي امام الفخذ، دول العضلتين الاساسيتين لشغل لاعب الكرة، عشان كده هم من العضلات الكتير. في سمانة ساعات بيحصل كتير اصابات فيها، العضلة اللي هي السارتورياس او العضلة الضامة. ادي الكرة مع سعد، سعد ينقلها لوليد، لسعد تاني، تمريرة على الأرض إلى حمدي فتحي، ياسر إبراهيم بيلعب التمريرة الأمامية، لكن النادي الأهلي لازم يعني يزود شوية في الحتة الهجومية. وفاول لصالح فريق مصر للتأمين، فاول آدي أهو، عدى بالكورة كويس في اللعبة اللي فاتت محمد السادات. انما وقع على الارض اهو اللاعب محمد السادات، وضربه حره. ادي علي لطفي بيظبط حطه، 63% نسبه الاستحواذ للنادي الاهلي مقابل 37%، يعني تقريبا مقربه من 2-1. ضربه الحره المباشره والحائط البشري، هنشوف اللعبة دي هتتلعب ازاي. اللعبة ديت ممكن تتشاط على طول في المرمى من مكان كويس، يعني نقول تقريبا كانت تقريبا 27 ياردة، لان الحيطة كانت واقفة جوه الخط منطقة الجزاء بياردة، طبعا 18 ياردة لغاية خط منطقة الجزاء، هي قبلها بيرضى يعني 17 و10 ياردات، يبقى 27 تقريبا الكره اللي فاتت اللي صدت في الحائط البشري. والحكم بيكلم سيد مدبولي يقول له ما تعترضش. وادي وليد سليمان صاحب هدف اللقاء الوحيد حتى الان، 1-0 للنادي الاهلي. الهدف اللي جابه وليد في الدقيقه 9، في لعيبه كتير محتاجه ماتشات، وليد محمود المتولي محتاج ماتشات، وحمدي فتحي محتاج ماتشات، نفس الكلام بالنسبه لوليد سليمان وكهربا، برضو كهربا من اللعيبة المحتاجين ماتشات كتير جدا. هذه حكم اللقاء يقول طلعت الكرة برة، هذه اهو رمية التماس لصالح فريق مصر للتأمين، 1-0 للنادي الأهلي. في تجربة لأم المباريات لقاء الترجي يوم 19 في رادس، أول ارتباط للنادي الأهلي بعد طبعا ارتباطات مكثفة جدا في الفترة اللي فاتت، وخصوصا الفترة اللي كانت ما بين 14 إبريل وحتى 10 مايو. هذه الفترة هي أصعب فترة ربما ليس فقط في تاريخ مشاركات الأهلي بل في تاريخ الكرة المصرية، لم يحدث أن لعب فريق 7 مباريات متتالية بفاصل 3 أيام، 7 مباريات متتالية لعبهم النادي الأهلي. آدي الكرة بفاول لصالح محمود سيد اللي قدامنا ده، أهو محمود سيد ضربة حرة مباشرة لصالح فريق مصر للتأمين.
هنشوف عن طريق اللاعب الباك الشمال سيد مدبولي. سيد يلعبها على حدود منطقة الجزاء، يطلع على طول مروان محسن ويلعبها الوليد، وليد يطلع الكرة على طول ناحية الشمال لكن تطول وتطلع بره الملعب اوت، ما لحقهاش كهربا. محمود كهربا لعيبة يعني المهمين في تشكيل النادي الاهلي، لكن غيابات كتير بيحتاج معاها انه يرجع للمباريات في حتت من المباريات كده عشان يقدر يسترد مستواه تاني شيئا فشيئا. سيد مدبولي الى تاني مرة تانية لعادل امام اللي بيرجعها ورا، وادي واحدة على طول لعماد محمد مقطوعة من النادي الاهلي. خدها كهربا تاني، حطها في اليمين لوليد مصطفى، كرته حلوة وليد مصطفى وبيقدر يموه بجسمه بشكل كويس، مشروع لاعب مميز للمستقبل في النسبة للنادي الاهلي. حاول على الكرة رامي ربيعة لكن عدت تطلع بره الملعب اوت، ومعها يطلق حكم المباراة زكريا الحديدي صافرة نهاية احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 1-0 بالهدف اللي جابه وليد سليمان في الدقيقة 9 من احداث هذا الشوط. استراحة قصيرة اعزائي مشاهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي معلقكم ونادي طارق الأدور، وأسعد بصحبتكم وأحداث الشوط الثاني لمباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي ومصر للتأمين في اللقاء الودي اللي بيلعبه النادي الأهلي استعدادا لأم المعارك وأم المباريات، لقاء الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا. لقاء الذهاب سيكون 19 يونيو ولقاء العودة سيكون إن شاء الله 26 يونيو لصعود الفائز منهما إلى النهائي. بدأنا أحداث الشوط الثاني، هيبقى النادي الأهلي على إيدنا اليمين بالفانيلا الحمراء والشورت الأبيض، وفريق مصر للتأمين بالفانيلا الزرقاء والشورت الأزرق على إيدنا الشمال. هنشوف مع بعض إيه اللي هيحصل في الشوط الثاني. وكان النادي الأهلي بدأ بتشكيل مكون من علي لطفي في حراسة المرمى أمام رامي ربيعة اللي بيلعب في مركز الباك اليمين، ياسر ابراهيم وسعد سمير في قلب الدفاع، واحمد نبيل كوكا باك شمال، حمدي فتحي ومحمود متولي اللي خرج محمود متولي في نهايه الشوط الاول للشعور باصابه خفيفه كده في العضله الخلفيه، وامام راس تحت راس الحربه محمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى ثم مروان محسن كراس حربه امام. شوف مع بعض كده، ادي قدامنا اللاعب رقم 10 محمد زكي خرج من فريق المصري للتأمين سيد مدبولي الباك الشمال ونزل علاء شعبان، ده التغيير اللي تم. وعادل إمام خرج أيضا ونزل محمد علي، تغييرين في فريق كده مصر للتأمين. وهذه الكرة بيطلعها الدفاع، روح تاني للنادي الأهلي في نص الملعب عن طريق حمدي فتحي اللي الحقيقة بيقدم مستويات جيدة بعد ما لعب في المباراة اللي فاتت أمام نهضة بركان، ومحاولة للمرور على طول لكن بيقف في سكته كده على طول سعد سمير، وبيمنع تقدم هذا اللاعب من ناحية الشمال اللي هو محمود سيد. بصوا ادي اللاعب كمان علاء شعبان اللي انطلق في الجنب الشمال، لاعب كبديل علاء شعبان وكان ممكن يكمل في الناحية الهجومية لكن التحام قوي مع سعد سمير. ودي واحدة تانية في الأمام تطلع إلى ضربة ركنية. وخرج برضو مروان محسن، نزل فهد جمعة، تغييرات في كلا الفريقين. طبعا مباراة ودية ومباراة مهمة جدا ان لعيبة كتير ياخدوا فرصة اللعب كده ويرجعوا المباراة كرة عرضية والرأسية على طول تطلع خارج الملعب بره اوت من اللاعب اللي قدامنا ده اللي هو محمد السادات. ادي كرة تاني مرة تانية بيطلعها سعد سمير، حطها في الامام عند وليد سليمان، بيرجعها ورا لسعد سمير لعلي لطفي اللي بيحطها في الامام، لكن مره تانية توصل للنادي الاهلي. رامي ربيعه اختبار قوي جدا لرامي ربيعه، خلي بالكم جبهه الشمال في فريق الترجي من اقوى الجبهات، فيها حمد الهوني في الناحيه الهجوميه وفيها اللاعب المميز جدا اللي انا بعتبره واحد من ثلاث لعيبه يعني لازم نحطهم تحت المجهر كده في لقاء الترجي، وهو الباك الشمال الياس شتي. الياس شتي عمل كورتين في مباراة
الدور الثمانية اللي كان ليها الدور في فوز الترجي الحقيقة على شباب بلوزداد وصعوده بعد ذلك بركلات الترجي. ادي وليد لعب كرة بينية امامية لعبت مرة تانية لكن تطلع برا الملعب اوت لصالح فريق مصر للتأمين. طبعا الياس شتي باك شمال وحمد الهوني تحت راس الحربة في الجنب الشمال لاعبين اقوياء جدا، عشان كده الباك اليمين في النادي الاهلي ايا كان مين اللي هيلعب امام الترجي مسؤوليته صعبة جدا امام هذا السباق. ادي الكرة البينية انما مرة تانية بيقودها ويعدي هو جول ويحط هدف التعادل. ياه يا 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 محمد زكي مهاجم فريق مصر للتأمين يجيب جول جميل جدا والله، جول جميل. وادي عمرو السلية بره، ادي بصوا التمريرة البينية، يا سلام على التمريرة البينية من عماد، بصوا ادي على طول رقص حلو قوي، رقص حلو قوي محمد زكي يجيب هدف التعادل في الدقيقة 50 من المباراة. انما كورة بينية عدت من احمد نبيل كوكا ودخل معاه سعد سمير، انما يعني اقتحم بقوة. شفتوا بين شوطي اللقاء الحقيقة كابتن شريف عبد المنعم قال كلمة كده في وسط الكلام، قال لك انا عايز وليد سليمان خد الكرة ودخل وداس عليها عايز كهربا ومروان يلعبوا بنفس هذه القوة، او اللي عمله محمد زكي في الكرة ديت هو اللي قال عليه الكابتن شريف، دخل بكل قوة ودخل عنده اصرار ودخل ودايس على الكرة لغاية ما سجل هدف التعادل. وقع على الارض لاعب من فريق مصر للتأمين، التعادل 1-1 دقيقة 50. يتعادل محمد زكي مهاجم لازم يكون عنده الإصرار والعزيمة والقوة. وادي أحمد أشرف اللي لعب في الشوط الثاني، أحمد أشرف اللاعب رقم 38 موجود في الملعب من اللعيبة الهاف ديفندرز اللي لعب مكان محمود متولي طبعا اللي شعر بألم. ادي عرضية جوه منطقة الجزاء، طلع الدفاع تروح لكهربا تاني يلعبها عرضية زي ما بنقول كهربا محتاج يبقى عنده اصرار وعزيمة وقوة بدنية عشان يرجع شيئا فشيئا للمباريات. ادي الكرة مرة تانية توصل للاعب محمد علي وعرضية جوه منطقة الجزاء يطلعها دفاع النادي الاهلي توصل مرة تانية لمهند جمعة. ادي الكورة اللي ردت من القايم في اللعبة اللي فاتت، بصوا ادي يا على الشوطة والتسديدة والقوة في التسديد وردت الكورة من القائم الايسر. محمد زكي لعيب بمنتهى الأمانة، لعيب مميز جدا يعني اللي يشوفه كده ما يقولش أبدا ده، وهيخرج اهو يعني هو جاب الجول وكورة في القايم وخرج تبديل ثالث في فريق مصر للتأمين. شوف مين اللي نزل دلوقتي، نما الحقيقة لعيب مميز جدا محمد زكي في كورة الجول عدى وأصر وعنده أجريسيف جدا اللي هي الحاجة اللي تنقص بعض لعيبة مهما كانت مهاراتهم، محتاجين انه يبقى اجريسيف. يعني ايه كلمة اجريسيف؟ يبقى عنيف وقوي يستلم وياخد تحت ضغط الخصم ويدوس على الكورة ويسدد بقوة، دي مهمة جدا في المرحلة اللي جاية لأكتر من لاعب في النادي الاهلي. ادي الكورة على طول من محمود سيد، انما والله بيلعبوا كورة حلوة بمنتهى الأمانة. والشيء الغريب إن أنا أشوف فرقة درجة تالتة بتضغط كده، وخطأ من علي لطفي ويحط الكرة على طول ياه ياه وتضيع فرصة هدف محقق من محمود سيد. خطأ قاتل من علي لطفي، بصوا الكرة بترجع طلع علي لطفي ياخدها هو محمود سيد عادل على رجله الشمال ويحط كرة على طول في المرمى الخالي تطلع خارج الملعب أوي. حتى البدلاء الكرة اللي فاتت دي تظهر على وجهه يعني ظاهر كده ان هم طبعا مش مبسوطين. وادي محمود سيد وعدى تاني وعدى للداخل والكوره كده التحام فيها لكن حكم جنب اللعبه بينه وبينها 3-4 ياردات. ادي مره تانية احمد نبيل كوكا تطلع خارج الملعب قوي.
اللي نزل من فريق مصر للتأمين أيمن عبد المعطي مكان محمد زكي. مرة تانية لعبت الكرة إلى كهربا، حط في الأمام وعايز يلعب الكرة كده فهد جمعة اللاعب البديل اللي نزل رقم 35، تاخد الكرة تاني من عماد. عماد يلعبها، بص يا جماعة الإصرار عند هذا الفريق، شوفوا الانتشار حتى، يعني أنا الحقيقة صعب جدا أتخيل إن أنا أشوف فرقة درجة ثالثة وبتضغط، يعني انت كل كره خمس ست لعيبه ضاغطين على نص ملعب النادي الاهلي. ادي الكوره اللي فاتت اللي كانت مع فهد جمعه جوه منطقه الجزاء وكاد انه يسجل الهدف الثاني للنادي الاهلي. ادي ياسر ابراهيم دقيقه 55 او دقيقه 10 من الشوط الثاني، لعبت البينيه قدام لكهربا، هيلعب عرضيه ولا ايه؟ لعبها عرضيه لكن توصل لحارس المرمى علاء ابراهيم. مرة تانية فريق مصر للتأمين، يعني فرقة أنا بشوف إن التجربة ديت، بص أهو عدوا معايا، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة قدامكم في نفس الكادر، خمس لعيبة ضاغطين على نص ملعب النادي الأهلي. دي مهمة جدا لأن أنت مش هتلعب مستريح في لقاء الترجي، هتلعب مضغوط من فرقة عندها في الناحية الأمامية عبد الباسط ومحمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيت، اللعيبه الثلاث لعيبه دول خلي بالنا منهم جدا، راس الحربه والاثنين اللي تحت راس الحربه في العمق الهجومي بالذات، انا بقول لكم ثلاث لعيبه انا يعني لازم نحرص منهم جدا. اللاعب محمد علي بن رمضان تحت راس الحربه من افضل اللعيبه في دوري الابطال بشكل عام، واللاعب ايضا عبد الرؤوف بن غيت اللي هو برده بيلعب تحت راس الحربه، والاثنين دول على فكره سجلوا الهدفين في مرمى شباب بلوزداد، ومعاهم الياس شتي الباك الشمال. طبعا حمد الهوني لعيب مميز برضو، انيس البدري في الناحيه اليمين لعيب مميز، فوسيني كوليبالي كهاف ديفندر لعيب مميز، قلبي الدفاع عبد القادر بدران ومحمد اليعقوبي، والباك اليمين ايضا يمكن من اللعيبه حمدي النجاز لاعب نادي الزمالك السابق لعيب مميز. فبنقول على عناصر القوه في فريق الترجي لان مهم جدا، ولكن يعني من الجبهات القوية والصعبة هي الجبهة الشمال، عشان كده الباك اليمين مهم جدا. الباك اليمين هيكون لازم مميز بالسرعة لان الهوني سريع والياس شتي سريع، لازم يكون مميز بالانقضاض القوي والتغطية العكسية. ادي اللاعب فهد جمعة، فهد جمعة من اللعيبة الصاعدين برضو المهمين في فريق النادي الاهلي، مواليد 99، مهاجم، تطلع الكوره بره الملعب اوت، التماس لكهربا، حطها تاني عند احمد نبيل كوكا، تطلع بره اوت، رميه التماس كوكا يلعبها لحمدي فتحي، لكوكا تاني توصل لحمدي فتحي، اثر كتير غيابه على الثنائي عمرو السوليه واليو ديانج، لان الاثنين كان عليهم عبء جامد قوي، يعني كان عليهم عبء اللي كان بيريحهم هو حمدي فتحي، كان وقت كتير بوسيماني بيبدل بين الثلاثه، كان بيبدل اثنين مره يلعب مثلا حمدي فتحي جنبه السوليه، وقت تاني يلعب ديانج جنب حمدي، وقت ثالث، يعني كان في تباديل وتوافيق بين هذا الثلاثي ومعاهم اكرم توفيق ايضا. لكن طبعا في شك ان حمدي فتحي كان بيريح كتير الثنائي السوليه واليو ديانج. ادي كوره تاني بترجع ورا من علاء شعبان، حطت في الامام من محمد حسام، توصل في نص الملعب لكهربا، على شماله على طول احمد نبيل كوكا، لعبها بينيه لكهربا، كهربا بيقف على كورته عايز يلعبها خارج منطقه الجزاء كده عند فهد جمعه، لعيب اللي بيقاتل كده في كل كورة. وادي واحدة أمامية وفيها عنصر السرعة يرجعها لعلي لطفي على طول، وأيمن عبد المعطي اللاعب المهاجم اللي نزل مكان محمد زكي، والله لعيب عنده إصرار،
كان عجبني قوي المهاجم محمد زكي في كوره الجول. الكره اللي بعدها اللي سددها بالقدم اليسرى ارتطمت بالقائم الايسر لمرمى الحارس علي لطفي. ادي علي لطفي وكان عنده حتى كوره اخرى فرصه كان في المرمى خالي، لكن خرج محمد زكي ونزل ايمن عبد المعطي. ترجع تاني في اليمين لرامي ربيعه، حطها مره تانيه حمدي فتحي لكهربا. كهربا عايز ياخد كورته كده لكن تتاخد من قدامه، توصل في نص الملعب تاني محمد الستات، ياخدها وليد، عايز يعدي وليد، عدى مرتين ولعبها حلوه الكهربا والهدف التاني، حطها على طول الهدف التاني. انما في اوفسايد، في اوفسايد من مساعد الحكم بيشاور محمد رمضان بيقول في اوفسايد، خدها وليد وعدى وليد باصرار. بصوا بقى يا جماعه، ادي واحد عنده 37 سنه، شوفوا الاصرار اللي بنتكلم عنه في الكوره اللي فاتت ديت، وتسديده من كهربا في الجول، ولكن كان واخدها من موقف تسل في تسلل. شوف الكوره اهي اهي، ايوه في توقيف الكوره بان ان كهربا كان متسلل، صحيح جابها جول لكن كان في رايه مرفوعه من محمد رمضان مساعد الحكم الثاني. سيبها الكرة سعد سمير، ترجع إلى علي لطفي. النهاردة حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حكام مباراتي الذهاب والعودة بين الأهلي والترجي، سواء مباراة رادس الأولى 19 يونيو أو مباراة استاد السلام الثانية وهتكون يوم 26 يونيو. مباراة الذهاب سيديرها فيكتور جوميز الجنوب أفريقي، الحكم من أفضل حكام الكرة الأفريقية. وادي اللاعب اللي وقع على الأرض فهد جمعة ياخد الفاول. فيكتور جوميز الجنوب افريقي هيكون حكم لقاء الذهاب في رادس، ومعاه حكم فيديو سيكازوي الزامبي. لعبت كره عرضيه جوه منطقه الجزاء لكن يمسكها على طول الحارس علاء ابراهيم. مباراه العوده هيديرها اليوم نيانت الكاميروني، وحكم الفيديو هيكون رضوان جاي. يبقى في الذهاب فيكتور جوميز وسيكازوي للفيديو، وفي العودة اليوم نيانت ورضوان جيد للفيديو. تغيير برضو، نزول زياد عمر وخروج محمد السادات في فريق مصر للتأمين اللي بيأدي مباراة الحقيقة كويسة جدا، وخارج برضو اللاعب رقم 18 عماد محمد. على فكرة خرج يعني اتنين مهاجمين مميزين جدا اللي هم محمد زكي وعماد محمد، عملوا مجهود كبير جدا سواء في الضغط الدفاعي على لعيب النادي الاهلي او في استغلال المساحات في الهجمات المرتده اللي كان بينظمها فريق مصر للتأمين. عشان كده بقول لكم تجربه مهمه جدا، لكن لازم النادي الاهلي ولازم موسيماني يبص على اخطاء الدفاع، اخطاء قلب الدفاع، على اختراقات الجانبين، على عدم استغلال الفرص، على سرعه نقل الهجمه عشان الفرقه ما ترجعش، لانه اول ما بيفقدوا الكوره بيرجعوا بقوه جدا، على دقه التمريرات زي التمريره اللي فاتت دي راحه بعيد خالص عن كهربا. تعديلات وتغييرات في فريق مصر للتامين، خروج محمد السادات وخروج محمد زكي وخروج عباد محمد وخروج عادل امام عامر، كل اللعيبة ديت خرجوا. مرة تانية هجمة الفريق مصر التأمين، تطول الكرة وتطلع بره الملعب اوت من علاء شعبان اللي راجع، ده برضو لعيب كويس بيتقدم، شوفوا باك شمال بيتقدم كتير في الجنب الشمال. لعبة الكرة لحمدي فتحي، زي ما بقول لكم اما يكون الاصابه مش عضليه تلاقي اللعيب يرجع. صحيح حمدي فتحي من اللعيبه المميزه اصلا في انه عنده روح قتاليه عاليه جدا، لكن برضه زي ما بقول لكم اللعيب اللي ما عندوش اصابه عضليه في رجله كان عنده الاصابه في الكوع رجع بسرعه، وشايف كده من اقرب اللعيبه. ودي حلوه جدا من وليد سليمان، هو جول، هو جول واوف سايد، اوف سايد للمره الثانيه. كهربا جاب جول واتلغى. وادي واحدة تانية، وادي الشناوي هو قاعد بره بالكاب بتاعه
كهربا بيكلم حكم اللقاء، بنشوف الكوره كده تاني اهي في اوفسايد، الاوفسايد موجود فعلا. كهربا طبعا اللعيبه لما بيغيب فتره محتاج يسجل، محتاج يلعب ويدوس الملعب ومحتاج يسجل. ادي الكوره من نص الملعب، هات وخد محمد علي ياخدها مره تانيه في الامام ايمن عبد المعطي، اتلعبت الكوره تاني من ناحيه الشمال، خطيره جدا خطيره جدا خطيره، مش ممكن، يا مش معقوله مش معقوله، كوره من الناحيه الشمال ومن زاويه ضيقه جدا جدا ويحط جول التاني لفريق مصر للتأمين. لا لا في شغل كتير محتاج يتعمل، في شغل كتير كتير كتير. بص الكوره اهو قطم لجوه وحطها في الزاويه القريبه، اللاعب علاء شعبان لسه بقول لكم هذا اللاعب مميز، لسه حالا في الهجمه اللي فاتت بقول لكم علاء شعبان لعيب مميز يجيب الهدف الثاني في الدقيقه 65. انما يا جماعه بقول تاني، النادي الاهلي محتاج شغل في سرعه التغطيه. نقابل، تخيلوا بقى ما تقابل رباعي مكون من عبد الباسط اللاعب الغاني راس الحربه، طبعا في غياب طه ياسين الخنيسي اللي النهارده صدر قرار من الكاف بايقافه، او امبارح بالليل صدر قرار بايقافه لتعاطي بعض المنشطات. طبعا ما فيش عقوبه على فريق الترجي نفسه، ولكن العقوبه على اللاعب بايقافه، فبالتالي لن يكون موجودا طه ياسين الخنيسي، موجود عبد الباسط اللاعب المهاجم. ادي الكوره لعبت عرضيه معدت من الجميع توصل تاني لوليد مصطفى اللي كان ظاهر في الشوط الاول مختفي شويه في الشوط الثاني، وادي كره عرضيه جوه منطقه الجزاء وراسيه تطلع بره الملعب قوي، راسيه تطلع بره الملعب قوي. لازم يكون في تركيز في انهاء الهجمه عند اللاعب الصاعد فهد جمعه. ادي فهد حط الكره مش من وضعيه مظبوطه، ولكو بيلعب فريق الترجي بالذات في ملعبه بطريقه 4-1-4-1. وادي تغييرات، نزل اتنين اهم، هقول لكم مين اللي نزلوا في الاهلي تغييرين. ادي اللاعب رقم 40 وليد واللاعب رقم 38 احمد اشرف خرجوا، وليد مصطفى خرج، واحمد اشرف اللي هو اصلا لاعب كبديل خرج مره تانية. وليد سليمان والله وليد عامل مجهود كبير، من اكتر اللعيبه في الملعب، شوفوا ما شاء الله 37 سنه ويتحرك وعنده اصرار واجريسيف في لعبه. نقل التاني لحمدي فتحي اللي بيلعبها في الامام، ادي وليد، وليد لعبها بينيه وحطها الكهرباء، وادي كرة حلوة وهو وجولي تطلع الكرة بره الملعب اوت. يا 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 على مهند جمعة وفهد جمعة، والكرة اللي بيضيعها تاني فهد جمعة اهو، كرة دخل جوه منطقة الجزاء وبيسدد بجوار القائم الايمن لمرمى علاء ابراهيم. فهد جمعة يضيع كرة ضربة رأسية جات له عرضية من ناحية اليمين حطها بجوار القائم على طول، والتانية اهي تمريرة بينية وبيسددها بجوار القائم مباشرة. انما لعيب بيتحرك كويس وقوي فهد جمعة لاعب الصاعد، وادي كرة مرة تانية من ناحية الشمال عن طريق محمد اشرف اللي نزل رقم 32 محمد اشرف، وادي كوره ايمن عبد المعطي. شوفوا شوفوا الاثنين المهاجمين الحقيقه الاساسي اللي خرج محمد زكي والبديل ايمن عبد المعطي، الحقيقه لاعبين كويسين قوي، وانا بحقيقه باشيد جدا بفريق مصر للتامين بقوه هذه التجربه من خلال الاداء القوي للعيبه في الملعب، بيادوا بروح قتاليه عاليه جدا، بيضغطوا على النادي الاهلي، لان مهم جدا انك تجرب مع فرقه بتضغط، لان الضغط هو سلاح كره القدم الحديثه، الضغط فاكرين
حقيقه اسلوب الضغط. شوف اول اللعبه ديت راحت لفهد جمعه لكن تطول تطلع بره الملعب اوت. فاكرين ريني فايلر اللي سن اسلوب الضغط باكتر من خمس ست لعيبه؟ كان ساعات الاهلي بيضغط بسبع لعيبه على الفريق المنافس. ادي العرضيه من اشرف والتأويل راسيه، الراسيه تطلع بره الملعب اوت. ياه يا تطلع بره الملعب اوت، كوره عرضيه من محمد اشرف والراسيه تطلع بره الملعب اوت. في تغييرين اهو، شايف انا محمود حسين وخرج الثلاثه الاماميين خرجوا كده، محمود سيد وينزل محمود حسين رقم 17، وفي لعيب تاني برضو هنشوف هو مين. سعد سمير يطلع، توصل الكره في نص الملعب لحمدي فتحي، وادي اللاعب برضو من ضمن البدلاء احمد علاء رقم 15. ده تغييرات كتيره ولكن تجربه مهمه جدا لانها كشفت بعض السلبيات. ادي اللاعب محمد اشرف، اشرف يلعبها لحمدي فتحي، لمحمد اشرف تاني، لعبت عرضيه وبرضه لازم يا مهند يا فهد تركز شويه. فهد جمعه لازم يركز، هو لعيب صاعد وعنده امكانيات كويسه بدنيه حتى، والكره تطول وتوصل على طول للحارس. ادي الكوره لاعب رقم 36 في النادي الاهلي. انما النادي الاهلي غير تغييرات كتيره واستخدم لعيبه كتير من اللعيبه اللي تحت السن اللي هي محتاجها في خلال الموسم ومع ضغط المباريات. خلي بالكم الاهلي هيلعب بقيله في الدوري 15 مباراه، هيلعبهم في وقت قصير جدا. وادي وليد سليمان، وليد يلعبها عايز يلعبها على طول في لكهرباء، انما بيطلع الدفاع تطلع بره الملعب الى ركني. بص وليد، بص 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 يا جماعه الكلام اللي بقول لكم عليه، بصوا الاجريشن اللي بيلعب بيه، الاصرار والقوه اللي بيلعب بيها وليد سليمان. اهو 37 سنه، عشان تعرفوا ان مش مساله سن، بيأدي طول المباراة بيلعب بقوة جدا. هو مسجل هدف النادي الأهلي الوحيد، و2-1 لفريق مصر للتأمين، والدقيقة 72 لعبت الكورة عرضية ويمسكها على طول الحارس علاء إبراهيم. هجمة المرتدة، شوفوا يا جماعة الإصرار عند فريق مصر للتأمين، فريق يستحق الاحترام، ومدربه عمرو عبده الحقيقة يستحق الثناء على هذا الأداء في مباراة ودية. يعني مباراة ودية، طبعا هو طبعا كل اللعيبة دي ايه يعني بيلعبوا قصاد النادي الاهلي وبيلعبوا مباراة كبيرة جدا. وادي التسديدة وتطلع بره الملعب اوت من كهربا. ادي كهربا وكاد ان يسجل هدف التعادل. بص الكرة نطت، الكرة المشتركة وراحت لكهربا. ادي محمود كهربا وقع على الارض حارس المرمى. في الغالب فريق الترجي بيلعب على ملعبه بطريقه 4-1-4-1، يعني بيلعب فوسيني كوليبالي هاف ديفندر وحيد، وغالبا الاربعه اللي تحت راس الحربه بيكونوا انيس البدري في اليمين وحمد الهوني في الشمال، محمد علي بن رمضان وعبد الرؤوف بن غيت في العمق، وقدامهم المهاجم عبد الباسط الغاني. يعني الخمسه دول كلهم صراع، اولا حتى لو لعب ناحيه اليمين توجوي اللاعب الايفواري برضو ده بعض الاوقات بيلعب في الجبهه اليمين، فكل اللعيبه الخمسه صراع، فما ينفعش ابدا الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده النهارده في الملعب. ادي كوره مره ثانيه مع علي صلاح، ياخدها في نص الملعب ثاني احمد علاء، توصل عبد المعطي وتسديده من عبد المعطي. شوف عبد المعطي ده مهاجم يعني دقرم كده، يعني تحس ان هو لعيب كويس. وادي وليد سليمان ويبدو انه اصيب بشد عضلي،
لكن طبعا مجهود كبير من وليد سليمان. وادي كريم نيدفيد بقى اخيرا كريم نيدفيد. كريم نيدفيد طبعا من اللعيبه اللي يعني مهمين جدا كانوا في تشكيله النادي الاهلي. وادي على طول كهربا، معدي كهربا من ناحيه الشمال، معدي يلعب عرضيه والتسديده، ولكن يطير عليها علاء ابراهيم حارس المرمى. كره ملعوبه عرضيه، وليد سليمان مجهود كبير جدا جاله شد عضلي كده، ان شاء الله يكون سليم لان لسه في وقت قبل مباراه طبعا افريقيا يوم 19، فتره كبيره. وادي كريم نيدفيد، ما شاء الله على كريم نيدفيد، الفتره اللي كان فيها يعني من اللعيبه المهمين جدا في النادي الاهلي في عصر حسام البدري ثم لاسارتي ثم ريني فايلر. طبعا ما حضروش كريم نيدفيد لانه ما كانش لسه عاد من الاصابه الطويله، اصابه طويله وحصل كومبليكيشنز كده او مضاعفات في العمليه. يرجع مره تانية لحمدي فتحي، ما شاء الله على حمدي، يلعب الكره لورا لسعد سمير. وادي البينيه الاماميه لفهد جمعه، يلعب عرضيه فهد جمعه، ترجع تاني مره تانيه لمحمد اشرف. حمدي فتحي عدى على طول، لعبها لفهد جمعه، انما في برضو اللاعب رقم 39 محمد نصر نزل محمد نصير اللاعب رقم 39 في فريق النادي الاهلي من لاعبي النادي الاهلي الصاعدين. لكن اهم حاجه النهارده اننا شفنا يعني لاعب كان وحشنا جدا والله، كريم نيدفيد، لاعب المميز جدا في نص الملعب، لاعب اللي تلاقيه في نص الملعب ديفندر مسمار، تلاقيه في ناحيه اليمين الحقيقه باك يمين كان مهم جدا، قوه مهمه جدا في النادي الاهلي. اهو كريم نيدفيد اللاعب الكره اللي فاتت، او كنت كمان لو لعب تحت راس الحربه كان دوره مؤثر. وادي اشرف يلعب عرضيه، والدفاع القوي من فريق مصر للتامين تطلع بره الملعب اوت، واتنين واحد لمصر للتامين. لعب التاني الكهرباء، ووقع كهرباء على الارض، حكم جنب الكوره بيقول ما فيهاش حاجه. زكريا الحديدي حكم اللقاء مره تانيه مشتركه، يرجع تاني قبل فهد جمعه، يقطعها الدفاع، ياخدها تاني فريق مصر للتامين. شوفوا القوه اللي بيلعبوا بيها، بصوا يا جماعه السرعات، بصوا السرعات، مهم جدا هذا الكلام ان النادي الاهلي يتدرب عليه. ودي كوره وتسديده ضعيفه على طول في ايد علي لطفي. كريم نيدفيد لعبها تاني لرامي ربيعه، رامي يلعب في الامام عند كهربا، لسه كوره خطيره انما تطلع من حسن جبر. وادي اللاعب اللي واقع على الارض رقم 35 فهد جمعه، بص الكره اللي فاتت دي اللي قطم بيها لجوه، لكن رامي ربيعه قطع اللعبه على طول. هيبقى مهم للنادي الاهلي يقفل الثغرات، بالذات اهم مباراه هي مباراه رادس، لان طبعا مفترض ان النادي الاهلي يكون مضيق المساحات، بيلعب الدفاع الكومباكت كده زي ما لعبنا قدام ماميلادي سان داونز في بطولة دوري أبطال أفريقيا. ده الأهلي قدر يضيق المساحات على فريق كبير زي سان داونز، ممكن يعمل نفس الكلام مع الترجي بلعبته اللي بتجيد التسديد، لعبته اللي بتجيد ضربة حرة خارج منطقة الجزاء، واللعبة على طول والتسديدة عالية تطلع بره الملعب أوت، تطلع بره الملعب أوت. ادي كهربا، انما الحقيقه تجربه استفاد منها النادي الاهلي جدا، مش استفاده فنيه بقدر ما استفاده انه اتكشف العديد من المشاكل سواء في الدفاع او في نص الملعب او حتى في النواحي الهجوميه. استحواذ 60% للاهلي مقابل 40% لمصر للتامين. ادي الكره على طول، هات وخد، وخطيره جدا جوه منطقه الجزاء، ويمسكها علي لطفي. يا بصوا بقى يا جماعه، كل الثغرات ديت
مهمة جدا 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 ان تكتشف في مثل هذه المباريات. وادي كهربا لعبها عرضية تاني ياخدها وعرقلة وياخد انذار اللاعب رقم 3 حسن جبر. اهو ادي جبر قطع وعمل فاول رقم 3 ودي الكرة اللي انفرد بيها حقيقة في اللعبة اللي فاتت وانقذها علي لطفي. بنلعب في الدقيقة عدينا 80 دقيقة من عمر اللقاء. تسديدات 4 تسديدات على المرمى بين القائمين والعارضة لفريق مصر للتأمين من 9 و4 تسديدات برضو من 11 للنادي الاهلي. احصائيات اللي موجودة ركنيات 3 للاهلي 2 لمصر للتأمين. الاخطاء 12 خطأ على الاهلي، يعني الاهلي عمل اخطاء اكتر من حتى فريق مصر للتأمين. تسللات 2 مقابل 2، دي احصائيات المباراة حتى الان. ياسر ابراهيم كهربا لعبها مرة تانية لفهد، فهد جمعة. محمد اشرف عايز يلعب العرضية، حط رجله في طريق الكورة اللاعب حسن جابر اللي قدامنا ده البديل اللي نزل في الشوط الثاني. دفاعه مميز دقيقة 80 ونص ملعبهم بيقفل المساحات كويس. وادي الكورة العرضية عدت من الجميع ترجع تاني مع النادي الاهلي. محمد اشرف، اشرف بيلعبها تتقطع. طبعا ما تنسوش ان عدد كبير من اللعيبه دول بيلعبوا مع بعض لاول مره، زي اشرف بيلعب يعني لعيبه كتير مع بعض لاول مره. حتى اللاعب ادي نشوف الكره دي الاول عند كهربا وعدلها ومع خارج منطقه الجزاء كده عند كريم ندفد. انما حتى اللاعب اللي لعب عبد الرحمن مانو برضو موجودة اللي هو في نص الملعب ابو شعر طويل ده، هو عبد الرحمن مانو ده اللي دخل على الكرة اللي فاتت دي. عبد الرحمن مانو من اللعيبة مواليد 99 بيلعب قلب دفاع. وادي ندفد بقى محتاج وقت، محتاج وقت. دي كرة كهربا اللي فاتت اللي عداها لكن طولت وبيطلعها الدفاع عن طريق هشام يحيى. لعيبة يعني يمكن الجمهور يعرف أساميهم، هيعرف أساميهم زي رأس الحربة محمد زكي ورأس الحربة الآخر أيمن عبد المعطي وقلب الدفاع هشام يحيى. لعيبة كتير مميزة والله في فريق مصر للتأمين. آدي الكورة من ناحية شمال عدى الناحية اللي بصوا اللي احنا بنتكلم عنها ناحية الشمال بالنسبة لفريق مصر للتأمين اللي هي الجبهة اليمنى للنادي الاهلي، هي دي الجبهة اللي انا بركز عليها جدا امام الترجي. هيكون فيها زي ما قلنا اتنين تقال جدا، حمدو الهوني ووراء الياس شتي. حمدو الهوني اللاعب الليبي ووراء الياس شتي اللاعب الجزائري باك الشمال او الوينج الشمال لفريق الترجي. عشان كده اللعبتين ثلاثة اللي اتلعبوا من ناحية الشمال دول لازم يقف عندهم كتير جدا موسيماني في طريقة اللعب وفي علاج الأخطاء. شايفين قدامنا اللاعب عادل عامر، ترجع الكرة مرة تانية عبد الرحمن مانو توصل للحارس علاء إبراهيم. وادي كرة من الجول للجول تطلع بره. تجربة في كل الأحوال مهمة جدا يقف عندها موسيماني. احنا لسه بنتكلم عندنا وقت كتير قبل مباراة الترجي النهارده 3 المباراة 19، 16 يوم نعالج علاجات بس. ادي كهربا بيلعبها بكعب رجله لكن اتقطعت ما وصلتش لمحمد اشرف. وادي الهجمة المرتدة مرة تانية الفريق مصر للتأمين. أحمد علاء لعبت ناحية الشمال ولكن في تسلل. دي 84 في تسلل
لعبت الكرة في الأمام مرة تانية وخطيرة جدا، وهدف التعادل، هدف التعادل للنادي الأهلي. أهو بيجيبه على طول اللاعب، نشوف اللاعب رقم 30 ده أعتقد، أدي فهد جمعة اللاعب الحقيقة اللي عدى الكرة وصلحها بشكل مميز جدا، صلح كرة حلوة، ودي الكرة اللي فاتت اللي جا منها، أو الكرة اللي جا منها الهدف الثاني من زاوية ضيقة. ياه ياه، إنما مرة تانية أحمد علاء اتقطعت من عبد الرحمن مانو، عبد الرحمن مانو الكريم ندفد حط في الأمام، هي فهد جمعة ده لعيب كويس، شوفوا بيتحرك يمين وشمال، وادي كريم ندفد يلعبها عرضية الكهرباء، كهرباء كهرباء عايز يسدد، يلعبها عرضية مرة تانية جوه منطقة الجزاء، يطلعها الدفاع. الدقيقة 85 من عمر اللقاء، التعادل 2-2، نتيجة يعني محدش حتى لو الأهلي بيلعب بصف ثالث يتوقعها قبل المباراة. وادي تسديدة عالية تطلع بره، محمد نصير اللي جاب الهدف التعادل للنادي الأهلي. ادي قدامنا، عجبني قوي، عجبني صراحة فهد جمعة رقم 35، لعيب مواليد 99، مهاجم، انا بيعجبني المهاجم اللي هو بيتحرك، يتحرك على الاطراف، هجام يعني، يتحرك على الاطراف، يتحرك في العمق، ولعيب قوي اهو اهو، حلوه انما توصل للحارس، لسه بتكلم عنه اهو قدامنا اهو. حياه فهد ده لعيب، اولا جسمه قوي، يتحرك في الاطراف وفي العمق، بيلعب كرات عرضيه، بيلعب ضربات راس كويس، بيسدد بالقدمين، يعني بان كده في الشويه اللي لعبناهم انه مشروع مهاجم كويس. الكرة بتنط في الارض وتخبط في العارضه وتطلع، يعني كان لازم يطلعها من بدري شويه علي لطفي، لعبها لياسر، وادي الكره الاماميه كهربا محتفظ بيه موسيماني المباراه كلها. محمد نصير هو صاحب الهدف في الدقيقة 85، وادي كورة حمدي فتحي، ادي علاء ابراهيم اهو، هنشوف الضربة الركنية للنادي الاهلي من ناحية اليمين، اتلعبت عرضية مفيش حد خالص مكمل في الناحية التانية دي، محمد اشرف هو جاي من ورا، اللاعب اللي نزل مكان احمد نبيل كوكا في الشوط الثاني، وادي هجمه خطيره جدا، خطيره جدا لو استلم صح، لكن ما استلمش، تطلع الكوره من ياسر ابراهيم على طول، عبد الرحمن مانو لعب كره اماميه لكن ترجع ورا تاني لهشام يحيى، يطلع هشام، والله الدفاع بتاعهم حتى بيلعب بقوه وبيتمركزوا بشكل صحيح، يعني فرقه درجه ثالثه، خلي بالكم، والخامس كمان في درجه ثالثه، القسم الثالث هم في مجموعه القاهره والاليوبيه بعد بنها والفيوم والغابه والبلاستيك، هم في المركز الخامس. دي الكوره بتاعه الهدف الثاني، هدف التعادل اللي جابها محمد نصير، اتلعبت الكرة بينية، يطلعها سعد سمير على طول في الأمام عند رامي ربيعة، لكن يخش رامي ربيعة بقوة وتبقى فاول. ادي رامي، ادي هو قوة اللي بيلعب بيها رامي ربيعة، لعب التاني على طول لفريق مصر للتأمين، توصل لأحمد علي،
ياخدها تاني. فهد جمعة لعيب اللي بقول لكم كويس، اتحرك كويس، اتلعبت الكرة على طول في الامام لكن عبد الرحمن مانو يلعبها ليه فهد جمعة. اهو بصوا فهد بقول لكم بيتحرك ناحية الشمال، اهو ادي بصوا بقول لكم على هذا اللاعب يمكن من وجهة نظري اكتر لاعب بان النهاردة في اللعيبة الصغيرين اللي لعبوا، هذا اللاعب فهد جمعة. ضربة حرة للنادي الاهلي في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء، بدأنا نلعب في الوقت بدل الضايع والتعادل 2-2. شوف الكرة من مكان كويس، دي لو اتلعبت عرضية مع اشرف، محمد اشرف يلعبها عرضية لكن تطلع بره الملعب، ضربة ركنية، ضربة ركنية، محمد اشرف لعبها بتلف، لمسها كابتن تيم مصر للتأمين هشام يحيى وطلعها ضربة ركنية. مرة تانية ترقيصة، ترقيصة تانية، يرجع ورا، مرة تانية في الأمام عند كهربا والسندة، وممكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا علاء إبراهيم ينقذ جول 100%، تصليحة من كهربا و ياسر ابراهيم اهوت وعادله والتسديده ويلحقها الحقيقه، انقذ جول 100% في الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضايع. مره ثانيه الكره في الامام على طول، انما كانت ممكن 2-1 في اللعبه اللي فاتت دي قبل ما يرجع رامي ربيعه كمان. ومره ثانيه فريق مصر التامين تتقطع، وفاول فاول لصالح فريق مصر للتأمين. ادي اهو اللاعب المميز برضو محمد علي، وحتى اللعيبة اللي لعبوا كبدلاء في فريق مصر للتأمين لعيبة كويسين والله. وهذه الكرة عدت من الجميع وتعدي وتطلع تبقى ضربة مرمى. ادي عبد الرحمن مانو، عدت الكرة العرضية ديت، علي لطفي يلعب تاني في الأمام، عدت الكرة من فهد جمعة وتطلع بره الملعب أوت. محمد أشرف هيلعبها، ما شفناش الوقت بدل الضيع قد إيه، انما الوقت الدقيقة 33. جمعة يلعبها مرة تانية، هات وخد، توصل لأشرف، محمد أشرف عرضية، يا سلام على الدفاع المميز من فريق مصر للتأمين. وفي هذه اللحظات أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يطلق حكم المباراة زكريا الحديدي صافرة نهاية أحداث هذا اللقاء المثير جدا والتجربة المفيدة جدا اللي إيجابياتها أكتر من سلبياتها، وكشف الأخطاء أهم إيجابيات هذه المباراة.